نبوية. إذ قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فصريح وأنها سنة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يعلم الناس الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا يقولون وماذا يذكرون إذ اتصلوا بالمقبرة أو ذهبوا إلى المقبرة أو إلى زيارة القبور. فكان يقول لهم عليه الصلاة والسلام يقول الزائر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نانسي عشر ما راح تحل بالجزائر، عندك الخبر؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يقبض روحها قبل أن تأتي إلى لا حول ولا قوة. نعم، فاجرة مجرمة، لا حول ولا قوة إلا بالله لتفسد شعبنا. أكديت عليها شيخ. أسأل الله تعالى أن يستجيب الدعاء لأنها مفسدة. يا شيخ. نعم. أسأل الله تعالى أن يستجيب الدعاء. أنت تدعي لها بالهداية وندعي ربي سبحانه وتعالى. الله يهدي جميع المؤمنين. آمين. ندعي جميع المؤمنين. والله ما نعلم هل هي مؤمنة وغير مؤمنة.